مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله، ودايما منوريني ومشرفيني في قناتكم قناه الاهلي وملعب الاهلي. زي ما احنا متعودين مع حضراتكم ان احنا دايما بنغطي اخبار فريق كره القدم بنادي الاهلي، الفريق الاول اول باول، وهيكون معايا بعد شويه كريم احمد عشان يقول لنا كل تفاصيل المران اللي كان النهارده الصبح كابتن محمد يوسف، وكان في تدريبات للاعيبه لعيبه النادي الاهلي، تدريبات استشفائيه بشكل عام، عارفين حالات اجهاد كبيره جدا في صفوف النادي الاهلي نظرا لضغطه المباريات اللي احنا بنقابلها وبنقابلها بصعوبه كمان. عايز اقول لكم الاهلي في 110 يوم لعب 27 مباراه، يعني اعتقد ان هي مباريات كبيره جدا لعبها النادي الاهلي فتره قليله، كل 3 ايام كنا بنلعب ماتش، زائد افريقيا زائد الجو كان في اثيوبيا، فضغطه المباريات اعتقد النهارده كان تمرين فيه نسبه استشفاء كبيره جدا للاعبي النادي الاهلي. قبل ما اقول لكم الاخبار عايز اكلمكم شويه عن صفقات النادي الاهلي الشتويه لغايه دلوقتي. اهم ما في هذه الصفقات ان كل اللعيبه اللي جايه النادي الاهلي في فتره الانتقالات الشتويه عايزه تيجي النادي الاهلي، بس يعني حلم حياتهم ان هم يبقوا في صفوف النادي الاهلي. خلينا يا سميره نعرض الماتيريال مع اخبارنا بعد قليل كمان لما يجي كريم احمد. خلينا نتكلم مع الساده المشاهدين عن صفقات النادي الاهلي وقد ايه اللعيبه دي عايزه تيجي النادي الاهلي، وده الاهم في الفتره اللي احنا فيها. الفتره اللي احنا فيها شايفين انتقالات اللاعبين، شايفين المبالغ الماليه المبالغ فيها وبشده، شايفين الاغراءات الماليه الكبيره جدا على اللاعبين. فاللاعب اللي بيجي لك هو عايز يلبس تيشيرت النادي الاهلي، هو ده النوعيه اللي انت عايزها تحديدا، وده اللعيبه اللي بيدور على النادي الاهلي تحديدا. فبنشوف وبنقرا مع حضراتكم، احنا دايما متابعين السوشيال ميديا ومتابعين طبعا الصفحات الاهلاويه الكبيره جدا اللي بنحترمها وبنحترم ارائها بشكل كبير جدا. في بعض الاقاويل بيقسم مش عارف مين بيلعب على مين، مش عايزين نقول اسماء، لكن احنا بنتكلم في الشكل العام وبنتكلم في المضمون كمان. بتشوفوا لعيبه في منتخب مصر بتلعب، تشوفوا لعيبه احنا بنتمنى ان احنا نجيبها ما بتروحش منتخب مصر اساسا. بنشوف وليد سليمان نجم السنه دي عموما، او نجم الدوري السنه دي عموما، مش في منتخب مصر. فهو المقياس مش مين بيلعب على مين، المقياس انت عايز مين، مواصفاته ايه، وهو عايز ايه، ده اهم حاجه. في لعيبه نجوم كبيره جدا ان شاء الله هتيجي الفتره اللي جايه، انتوا عارفين اسميهم، لكن احنا بنقول دايما لما بيكون الانتقال رسميا، بنتكلم لما يكون الانتقال رسميا. لكن انتوا عارفين طبعا اللعيبه اللي نفسها تيجي النادي الاهلي، واللعيب اللي نفسه يجي النادي الاهلي، النادي الاهلي بيشيله على دماغه من فوق، يعني بيرحب بيه ويفتح له ايديه واهلا بيك، وده اللعيبه اللي احنا عايزينها، ودي اللعيبه اللي الجمهور عايزها وبيدور عليها دايما، وبيفتخر ان هم بيقولوا احنا عايزين نبقى اهلاويه. انتوا عارفين طبعا اسماء كبيره ان شاء الله في القريب العاجل هتسمعوا عنها بصفه رسميه ان شاء الله قريب جدا. محمد محمود نجم